كمية خيبة الأمل اللي جاتني. والله كنت فرحانة على أساس ندخل للعبة ونصور لكم فيديو عن أجواء الرينك ووريكم وين يعني كيف بلعب رينك ورينكي وأبصر إيش وكذا. فإذا بي بتفاجئ بالمسجات اللي جاية على شاطئ الرابطة وصدمتني يا جماعة. أعضاء كلاني تتنمر علي يقولوا إنه أنا نوبة وما نعرفش نلعب، يعني صدموني ما خلوش كلمة ما قالوهاش علي. أنا إيش عملت ايش كانت ردة فعلي؟ خليكم وكملوا معايا الفيديو عشان تشوفوا شو صار. عشان ندخلوا الفري فاير سيزن جديد. كيف ما كتعرفوا اخوتي سيزن جديد، صراحة ما لعبتش رانك، ما حاولتش نرانكي، كان عندي كتير شغلات نعمل فيها وكذا وكذا وكذا. ويت كيفاش؟ صبر، اول ميساج من فينيكس قال لك دراري براسكم الليدر ديال الكلان نوبا. واو خبر جديد، ما كان حتى واحد ما عارفه. اوف كورس كلش يعرف بلي انا نوبا. ميساج تاني، ويه صاحبي ها انت كتشوف ما كتعرفش تلعب، حضرتني ما تنعرفش نلعب كاع، ويه نوبا. ولينا داخلين في كلان ديال النوابة. دابا اعضاء ديال الكلان ديالي محترمين جالسين كيتنمروا على الليدر اللي هي انا. ما شوفوا لسه مبلش الجيم اوكي، كلشي يعرف هذه الشغله، ولكن يجوا اعضاء كلانك يتنمروا عليك بهذه الطريقه لازم ننتقم منهم صح ولا لا؟ نهددهم بطريقتي نوبا وكلشي. ها مصدوم، ما كانش خبرك باللي كتكتب في الشاط ديال الرابطه ياك. جيولي روم 1 في 3 يا محترفين اوكي، وعلى جالكم ندير فيديو على قدو في اليوتيوب. يلا المخير فيكم يجي يوريني المستوى اللي راكم تتكلموا عليه دابا. وليت نوبه شو دابا ندير روجيكت ونتمراني فهمتي نتاقمت منه ولا ندخل نتاقم منه فيدي. دونك نتحداكم ثلاثه ونشوفوا هل الليدر بصح نوبه ولا لا. ليتس جو. حدش يحكي لي في الكومنت تكلمي لهجه مغربيه ولا تكلمي بلهجتك ولا حاجه ما لهاش علاقه يا خوتي. صح احنا بنحاول نخلي المحتوى يوصل يعني ما يكونش محدود بس في المغرب اوكي، فمعلش اعذروني. اوكي نشوفوا هادو. اول نوك ثاني واحد وينو؟ تريبل كيل. انتو اللي نوبان مش البارونة. ايه تقولوا على الليدر تاعكم نوبة مش حرام عليكم يا اخو؟ ها تقولوا ان الليدر تاعكم يعني نوبة بدل ما تشكروني قدام العالم والناس؟ لا انتو اوكي الروم هذا راح يكون حكم قدام الناس كلهم. اول نوك فيرست بلاد فهني العوني غدرني من ورا. طب ما جيني فيس تو فيس يا برو، جيني فيس تو فيس كون خير. لا وبيقول الليدر نوبه بيتنمروا علي، هو بيقتلني من ظهري، عيب الصراحه يعني صح ولا لا يا شباب؟ ايه خلينا نطلع فوق ال يا الله معاهم حق والله. حتى البيت مش قادرة اطلع فوق. اوكي ما همش ساهلين، ما تنسيش انه هادو ما همش ساهلين، راهم اعضاء الكلان تاعك وانتي مش مدخلة ناس مناوب على الكلان فمستواهم رهيب، فخلي بالك من الموضوع يعني ما تستهينيش فيهم. فين الثاني؟ سويتش اوكي اخر واحد نجيبوه دوم. انا البروبليم تاعي
ما بلعب بالثلج يا اخوان، ما بلعب بالثلج اوكي. يعني اسمعوا لازم تعرفوا عني شغله اوكي. شوفوا انا طريقه لعبي ما بحط ثلج كثير، يعني مش من النوع اللي بيصير كل ستيب فيها ثلج، كل ستيب فيها ثلج، لا بحب هيك العب بدون ثلج وبلعب بالفاست سويتش. اي نو في كثير ناس راح يقولوا لي راكي عامله الفاست سويتش هذا وما راهوش مليح ولا حاجه كيما هكا، بصح انت تختار الطريقه اللي تلعب بيها على حسب ايش الصح ليك، صح ولا لا؟ اي دونك هذه هي skill on cooldown. دوخوني واحد ورايا. First blood. وش بيه الريلود هذا؟ ما هوش حاب يا اخو، ما هوش حاب. ابلعوا مرة ثانية نشوفكم كاتبين انه ليدركم نوبة. والله عيب عليكم، جرحوا مشاعري يا اخي، والله جرحوا مشاعري. وينو اطلع 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 اطلع. لا ابي بربر لي هذا، لازم يتعمل له نوب. أنا اندمجي بالأوائم أوكي، بصح نقتل بالإمبيكارون. علاش راكم تعرفوا اندمجي أبقي نقتل you know؟ جاي جري عندي كأنه طهالي كيل فري، والله مش عارفة. دوك يجيو لي في لي كومونتير يقولوا لي انت متفاهمه معاهم عشان يخلوكي تربحي وبلا بلا بلا من الكلام هذا. ما فيش الكلام هذا. وو مات. نكمل اوم نجيبو تريكيز بالاوم بس. يلا يلا بكسبهم في الروم اوكي، بعمل فيهم مقلب على اساس انه انا خلاص زعلت وبدي اطلعهم من الكلان. يا اوكي ذات واز ا جود شوت، والله جابها لي في راسي كيما هكا. وات ذا فاك. المشكله انه يا ثواني يجي لي البلوك ماوس يا اخي. يجولي هم الاثنين، ما عادش نعرف مين اضرب فيهم. صاروا يجولي كلهم في دقه واحده هذه. لا 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 ما ما لا لا ما بيصير نو. والله ما بكذب. اجي انت وش راك تعمل برو؟ وش راك تعمل؟ بيموت يا اخي، والله ما مش حاب يموت. فكر فيرست بلاد. ما راهوش يموت. موت ضربتك طلقتين بالام يا اخي، مش حاب تموت. صار في بيعمل سبيك. اطلع اطلع. اوف كورس ربحتهم عشان المرة الجاية ما يقولوش علي نوبة اوكي. يعني فكروا مليون الف تفكير قبل ما تحكوا انه البارونة نوبة، مع اني انا جديدة وقسما بالله انه ايدي لسه يعني مريضة، ايدي لسه مريضة. حلو، يعني هذا العظم طالع من مكانه، زائد العظمتين هادول صار بيناتهم فراغ، جونغ ما راهمش ملاقيين انيمور. دونك انا ايدي فيها بروبليم، ما نقدرش ندير بالماوس هكا ولا نحرك ايدي بزاف، جونغ داكشي علاش يجيني الماوس بلوك بزاف. جونغ تشوفوا الموفمنت تاعي ثقيلة باغ اكزومبل،
بزاف تاع شلا تاع الحوايج فهمتوا. دونك كانت هي هذه الروم تنمروا عليا وقالوا لي نوبه واجي دابا ناخذوا بالطائر. نقول لهم يا مناوب نخرجكم كاملين. يقولوا لي توا البينغ ومدري شنو. بمزح ما راح ولا اطردهم ولا اشي، بالعكس كانت روم حلوه معاهم. سو المره الجايه احترموا الليدر وبلاش حد يتنمر علي المره الجايه، عشان انا يعني في ابجريدنج في اللعب والله العظيم، يعني في تطور رهيب. الناس مصدومه وانتم كمان راح تنصدموا. ولو وصلتوا لحد هون في الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب وكومنتير عشان نستمر في التقدم في المحتوى. وشكرا لكم بزاف على التفاعل الحلو، وبشوفكم في الفيديو الجاي. ثانك يو سو ماتش جايز. وبالنسبه للكلان بخلي لكم رابط الديسكورد في الديسكريبشن، اللي حابب يلتحق بينا في الكلان اهلا وسهلا، مفتوح للكل. في عنا قوانين معينه وشروط معينه. الى متواجده فيك مرحبا والف مرحبا بك معنا في التي اكس كلان. وشكرا بزاف لكم، ونشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله باذن الله. سي يو جايز.